ماتش كويس الحمد لله، عملنا ماتش كويس. فرق السكور قدرنا ان احنا نحافظ على فرق السكور الماتش كله. ماتش مهم برده، احنا كابتن علي قبل الماتش قايل لنا ما ينفعش نستهون باي ماتش، وده بالذات دور ال8 في الكاس نوك اوت. فكل ماتش لازم نخش منتاليتي ان احنا لازم نكسب ولازم نلعب باحسن قوه يعني يا رب ان شاء الله. فنيا ان احنا بنعرف غلطاتنا اول باول، يعني احنا مثلا التمرينه اللي فاتت كانت تقسيمه ما بيننا الجيم كله، فبعد التقسيمه بنعرف كل واحد غلطاته ايه وايه المميزات اللي بيعملها وايه الغلطات اللي ممكن يشتغل عليها. ونفسيا بيحضرنا اللي هو ان احنا نبقى جاهزين عامه لاي جيم، واحنا ان شاء الله داخلين معسكر يوم الاحد عشان برضو نبقى من جوه المود من قبل الماتش بفتره. يعني الماتش الحمد لله يعني كان يعني كويس، احنا كنا احسن كتير، كان بالنسبه لنا تمرين جامد قوي علشان نحاول هو الفتره دي كلها يعني تمرينات مكثفه علشان الماتش السوبر، ف يعني بنحاول بنعمل اللي علينا وان شاء الله ربنا يكرمنا يعني في الماتش وبنحضر كويس. يعني هو طبعا ماتش واحد ببطوله وبطوله مهمه اول مره تتلعب، فارق معانا قوي ان احنا ان شاء الله ناخدها. بنتمرن مركزين جدا في التمرين، بنحاول ندرس الفرقه اللي احنا هنلاعبها فرقه اليابلس ونشوف ايه مفاتيح اللعب بتاعتهم وان احنا نركز عليها عشان نكسب ان شاء الله. مباراه طبعا فريق مدينه نصر فريق محترم طبعا، ومباراه الكاس دي بتبقى ليها مقاييس ثانيه خالص. بلوك اوت اللي بيخسر بيطلع بره البطوله، فكل ماتش بالنسبه لنا بيبقى زي بطوله، فلازم كل فرقه نحترمها وبنستعد استعداد كمان كويس عشان عندنا ماتش يوم الثلاث مهم جدا. فمباراه طبعا كويسه والبنات ادوا مستوى كويس جدا.